أبريد الباباس هاتي غصاد. اليوم كتلتقى مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والسياسية ومجموعة يعني من المسؤولين على مستوى وزارة الفلاحة لتخليد يعني الذكرى ديال وفاة واحد من بين يعني الزعماء السياسيين اللي كانوا على مستوى الجهة وكان رمز من رموز الاقتصاد، رمز من رموز الفلاحة، واحد من بين يعني الرجالات ديال سوس الحاج علي قيوح اللي وفاته المنية الله يرحمه. أولا الرمزية ديال هذا اللقاء هو الاحتفاء بهذه الشخصية وكذلك يعني الاحتفاء بما قدمه للجهة من ترافع من أجل يعني التطوير ديال النشاط الفلاحي على مستوى الجهة. هذا النشاط اللي كيجي تزامنا مع التنظيم ديال المعرض اللي كان الله يرحمه الحاج علي قيوح باعتباره رئيس ديال الغرفه الجهويه كان دائما كيحرص على انه يتنظم ويكون واحد المناسبه لمجموعه من التعاونيات على مستوى الجهوي والوطني وحتى الدولي باش انها تعرض المنتوجات ديالها وانها تشجع يعني النشاط ديال هاد التعاونيات على المستوى الجهوي وعلى مستوى التسويق وعلى مستوى يعني الترويج ديال المنتوجات ديالها. كذلك هو فرصه باش نقدموا للاجيال الشابه نموذج ديال العطاء، نموذج ديال يعني الرجالات اللي يبذلون الغالي والنفيس من اجل تسويق المنطقه ديالهم وكذلك الانتصار للقيم اللي معروفين بها سواسا ديال التآزر والتضامن. اعتقد بان اكبر شهاده هو هذا يعني المعرض في حلته السابعه اللي الان تعرف واحد النجاح كبير واللي هو منتوج ديال الحاج علي قيوح. هذا جانب يعني الاقتصادي والتمثيلي كرئيس غرفه، ولكن إلا جينا نحصيو المناقب ديال الحاج علي ما غاديش خصنا ساعات وساعات. فلهذا من طبيعه الحال اللي عاشر الحاج علي غتعرفوا انه انسان فريد متميز في علاقته الانسانيه، متميز في اخلاصه للوطن لانه خدم الوطن في مجالات متعدده سواء السياسيه والاقتصاديه. تنعرفوا بانه تقلد رئاسة الغرفة الفلاحية لمدة أكثر من 4 عقود. كان حامل معاه هموم الفلاحين، كان محبوب عند الجميع، كان بجانب المدارس العتيقة، كان إنسان يعني فيما تتلقاه وإلا تتلقاه يعني في خطابه متفائل. إذا بكل صدق فقدنا شخص الحاج علي قيوح واحد القامة، واحد الهرم من أهرام المنطقة وأهرام ديال هاد البلد. يعني نطلب الله الرحمة له، ومن طبيعة الحال أولاده بناته أحفاده حافداته هما أحسن خلف لأخر خير سلف، واللي نتمنوا أنه يسيروا على الطريق ديالو اللي هو بنى فيه يعني شخصية قوية واللي اعطت الكثير لجهه سوس مسا ولا الوطن ككل. بمناسبه افتتاح المعرض الدولي للمنتوجات الفلاحيه ارتأت طبعا الغرفه الفلاحيه لاستغلال هذه الفرصه و يعني بحفل تكريمي للراحل الحاج علي قيوح اللي كنعتبروا الجميع انه رمز من رموز العمل الجاد والمسؤول واللي يعني رمز ايضا للفلاحه والفلاحين بجهه سوس مسا واللي عطى الكثير وتشبت مبادئ وكان قدوه في الاخلاق وفي تخليق الحياه العامه يعني بجميع يعني ابعادها. اليوم هذه الذكرى لان بعد الوفاه ديال الحاج علي قيوح الذي طبع ايضا الذاكره الجماعيه لجهه سوس مسا بمواقفه ومرافعاته وايضا بطيبوبته وبانسانيته، وكان دائما في جنب يعني الطبقه الهشه والطبقه الضعيفه واعطى رسائل كثيره جدا. واليوم الذكرى ديالو كان الكل يحييها ويحيي فينا ايضا
هاد الحس وهاد الرؤية الاستباقية اللي كانت عنده واللي ساهم بشكل كتير وكبير في عصرنة القطاع و يعني نمو وتنمية هذا القطاع الفلاحي بجميع فروعه. الكل يعني يستحضر هذا في هذه اللحظة فقدان هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي سيبقى خالدا في قلوب جميع يعني من عرفه على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني. الرحيل الحاج علي قيوح أحد الشخصيات السوسية المعروفة على مستوى الفلاحي وكذلك على مستوى السياسي، بصمة يعني على تاريخ حافل بالإنجازات ديالو على مستوى الفلاحة سواء كرئيس للغرفة الفلاحية أو كمستثمر فلاحي أو كذلك نائبا برلمانيا. عائلة عريقة، عائلة اللي قدمت بزاف الوطن وقدمت بزاف الجهات سوس مسا من رجالات ومن أهرام سوس، صراحة يعني خلى يعني واحد أثر طيب في نفوس يعني ساكنة جهة سوس مسا. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ومطبيعة الحال يستحق أنه يعني يكون قدوة الشباب وكذلك الفلاحين اللي هما اليوم تيستثمروا بالجهه ديال سوس مسا، وكذلك يعني قدوه للشباب في المجال السياسي وفي المجال التنموي.